واسمحوا لي ان انا انتهز الفرصه دي والزم الفريق محمد فريد حجازي قدامكم وقدام شعب مصر كله، انت مسؤول، انت مسؤول خلال 3 شهور عن استعاده الامن والاستقرار في سيناء. خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، الرئيس السيسي يوجه الجيش والداخلية باستعادة الأمن في سيناء خلال 3 أشهر. قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانية تضبط مخزن أسلحة وذخائر ثقيلة للتكفيريين وسط سيناء. تواصل محادثات جنيف وسط أجواء من التوتر بين طرفي المحادثات، ودمستورا يدعو الوفدين للتخلي عن الشروط المسبقة وإحراز تقدم حقيقي. الثانية 12 ظهرا في القاهرة، 10 بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل الأخبار. أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. مرحبا بحضراتكم وكل عام وحضراتكم بألف خير. البداية حيث تبادل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والسمو وملوك ورؤساء أمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وأعرب الرئيس السيسي في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق وأخلص تهانيه بهذه المناسبة العطرة، داعيا الله تعالى أن يعيدها عليهم وهم ينعمون بالصحة والسعادة، وعلى شعوبهم وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما بعث الرئيس السيسي بهذه المناسبة برقية إلى مسلمي مصر المغتربين، هذا وقد تلقى الرئيس برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته ولمصر بالمزيد من التقدم والازدهار. خلال احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، كلف الرئيس السيسي القوات المسلحة والداخلية بإعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 أشهر. وأوضح الرئيس السيسي في كلمته أن مصر تواجه حربا مكتملة الأركان حاليا تهدف إلى كسر إرادة المصريين ووقف مسيرة التقدم والبناء. بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء الوطن ممن سقطوا جراء الحادث الإرهابي الأليم الذي استهدف جموع المصلين بمسجد الروضة بمنطقة بئر العبد شمال سيناء، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال الدولة بذكرى المولد النبوي الشريف بمركز الأزهر للمؤتمرات، حيث ألقى سيادته كلمة بهذه المناسبة أكد خلالها أن مصر تواجه خلال الأعوام الماضية حربا تسعى لتقويض الدولة والنيل من أمنها واستقرارها. إن مصر تواجه خلال الأعوام الماضية حربا مكتملة الأركان تسعى إلى هدم الدولة واستنزاف جهودها للحيلولة دون استقرار هذا الوطن وازدهاره، حرب تقودها فئة تتوهم أن الشعب المصري سيتوقف عن المضي في مسيرة البناء والتنمية، وتدعم تلك الفئة الباغية قوة خارجية تمدها بالسلاح والأموال والعناصر الإرهابية، سعيا من تلك القوى لفرض هيمنتها على المنطقة وإثناء مصر عن القيام بدورها الإقليمي. الرئيس السيسي وجه القوات المسلحة والشرطة المدنية باستعادة الأمن في سيناء خلال 3 أشهر بشتى الطرق مع استخدام القوة الغاشمة في سبيل ذلك، معلنا أن مدينة بئر العبد ستشهد تنمية حقيقية تجعلها نموذجا يحتذى به. وأؤكد هنا مرة أخرى أن دماء شهدائنا لن تذهب سدى، واسمحوا لي أن أنا أنتهز الفرصة دي وألزم الفريق محمد فريد حجازي قدامكم وقدام شعب مصر كله، أنت مسؤول، أنت مسؤول خلال 3 شهور عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، أنت وزارة الداخلية. تفضل استاذ. خلال 3 شهور
تستعيد مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، تستعيد مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهدكم وبتضحياتكم انتوا والشرطة المدنية، تستعيد الاستقرار والأمن في سيناء، وتستخدم كل القوة الغاشمة، كل القوة الغاشمة. وشدد الرئيس السيسي على أن الأئمة والعلماء هم كتائب النور التي يعول عليها لمحاربة قوى الظلام، مشيرا إلى أن مصر تعرضت على مدار 50 عاما ماضية لضربات إرهابية أضرت باقتصادها. وأكد الرئيس السيسي أن دور الجميع هو الحفاظ على البلاد في منطقة تعاني من انهيار عدد من الدول. أنتم كلكم اللي موجودين هنا دلوقتي كتائب النور التي وجب عليها بصراحة كده ان هي تشيل الظلام، الظلام اللي احنا اللي انتوا شايفينه ده. انا بس عايز اقول لكم حاجة كنت بتكلم فيها مع زملائي في قبل ما نبدأ الجلسة دي، بقول لهم بقالنا تقريبا 50 سنة، بقالنا 50 سنة والعمليات الارهابية دي بتضرب. انا بتكلم على مصر دلوقتي، وبقول لهم لو سمحتم اعملوا محاكاة للاقتصاد المصري لو لم يتعرض لهذه الضربات خلال 50 سنة اللي فاتوا دول، وقولوا لي شكل مصر كان عامل ازاي. وقد قام الرئيس السيسي بتكريم 8 من العلماء والأئمة والمهتمين بالشؤون الدينية في مصر والخارج، حيث قام بمنحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى تقديرا لجهودهم العلمية والدعوية لدعم القضايا الإسلامية. حضر الاحتفال القائم بأعمال رئيس الوزراء وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وعدد من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية بالقاهرة، وبعض الشخصيات العامة من رجال الفكر والأدب والإعلام. على أرشوان النيل. ما زلنا نتواصل مع حضراتكم، حيث أعلن المتحدث العسكري عن تمكن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من ضبط مخزن تابع للعناصر التكفيرية بوسط سيناء به مقذوفات مضادة للدبابات وكميات كبيرة من مادة TNT شديدة الانفجار والمستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة وأحزمة ناسفة وقذائف هاون. وقال المتحدث العسكري إنه في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب من شمال ووسط سيناء، تمكنت القوات أيضا من اكتشاف وتدمير 3 أوقار ودرجتين ناريتين خاصة بالعناصر التكفيرية بوسط سيناء. بحث القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي مع نظيره الروسي سيرجي شويغو تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة في ضوء الحرب على الإرهاب. هذا وقد عقد الوزيران جلسة مباحثات مهمة ترأس خلالها الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية. استقبل الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول سيرجي شويغو وزير دفاع جمهورية روسيا الاتحادية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. وعقب مراسم الاستقبال عقد الوزيران لقاء تناول تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة في ضوء الحرب على الإرهاب وما يفرضه من تحديات إقليمية ودولية والجهود والمساعي الثنائية لكلا البلدين لاستعادة الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. كما عقد الجانبان جلسة مباحثات هامة ترأس خلالها الوزيران الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية، والتي تناولت عددا من الملفات والموضوعات المرتبطة بعلاقات الشراكة والتعاون العسكري بين البلدين. وأكد الفريق أول صدقي صبحي قوة ومتانة العلاقات المصرية الروسية
وما تتميز به من طابع استراتيجي ممتد عبر تاريخ حافل من الشراكة والمواقف المشرفة على الصعيدين الإقليمي والدولي. من جانبه أكد وزير الدفاع الروسي على زيادة التعاون في المجالات العسكرية والصناعية والتدريبات المشتركة بين مصر وروسيا، مؤكدا على الدور المصري المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي. وأدان شويغو الحادث الإرهابي الأخير مؤكدا دعم وتضامن بلاده الكامل مع مصر في معركتها ضد الإرهاب في ضوء ما يمثله من تهديد خطير لجميع شعوب العالم. وفي نهاية الجلسة قام الفريق أول صدقي صبحي والفريق أول سيرجي شويغو بالتوقيع على محضر الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية. وعقب انتهاء الزيارة قام القائد العام بتوديع وزير الدفاع الروسي في مطار القاهرة الدولي. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى روما اليوم للمشاركة في منتدى حوار المتوسط الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبل. ويبحث المؤتمر الذي يعقد في إيطاليا للمرة الثالثة مختلف القضايا التي تهم الدول الواقعة على ضفتي حوض البحر المتوسط، أهمها كيفية المحافظة على الاستقرار السياسي لهذه الدول بما يتيح فرص التبادل والحوار والأمن المشترك من خلال بناء استراتيجيات لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وطرق الحد منها مع احترام حقوق الإنسان. تتواصل بالقاهرة أعمال المؤتمر السنوي 12 لجمعية نواب العموم الأفارقة تحت عنوان التقنيات الحديثة للتحقيق والإدعاء في الجرائم العابرة للحدود الدولية. يستمر المؤتمر على مدى 3 أيام بمشاركة 13 دولة إفريقية إلى جانب مصر، بالإضافة إلى وفد من الأمم المتحدة. بهدف وضع إطار من التعاون القضائي الشامل بين سائر دول القارة الإفريقية، انطلقت في القاهرة فعاليات الاجتماع العام والمؤتمر السنوي 12 تحت مظلة جمعية النواب العموم الأفارقة. إن الواقع العملي ينبئ بجلاء عن أن هذا التعاون قد بات ضروريا وملحا وحتميا، باعتبار أن أي دولة لا تستطيع في الوقت الحالي أن تعمل بمعزل عن باقي الدول، خاصة في مجال مكافحة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود ومواجهة طرق تمويل تلك الجرائم والقائمين عليها والذين تتطور أساليبهم الإجرامية بوتيرة متسارعة تستند إلى آليات التطور التكنولوجي على نحو يتطلب مواجهتها بطرق أكثر تطورا. يناقش المؤتمر عددا من المحاور أبرزها الاتحاد ضد الجريمة والاستمرار في تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء لمكافحة الجريمة والحد من انتشارها على المستوى الدولي ومواجهة كافة الأساليب الإجرامية. Excelentíssimos senhores juízes e procuradores da República Árabe do Egito. أشكر مصر على استضافة الاجتماع 12 لجمعية نواب عموم إفريقيا. من الضروري التنسيق الكامل بين كافة الدول لجذب المزيد من الدول الأفريقية للاشتراك في الجمعية من أجل التعاون في شتى التشريعات والقوانين التي تواجه الجريمة عابرة الحدود. الدول الإفريقية المشاركة في هذه الجمعية تعهدت بالتوحد في مواجهة الإرهاب وتبادل المعلومات الذي يعد أحد الطرق الفاعلة لمكافحة الجرائم في إفريقيا، لأن توافر المعلومات يعد ضمانة هامة لتنفيذ مسؤوليتنا بطريقة أكثر فاعلية. ينعقد خلال المؤتمر عددا من الجلسات بعنوان أساليب التحقيق لمكافحة جرائم الإتجار بالمخدرات ومكافحة الجرائم العابرة غير الوطنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التحقيق المتطورة في إطار عمل النيابة العامة. علي فتحي، النيل. أكدت حركتا حماس وفتح إصرارهما على استكمال اتفاق المصالحة وإنجاحها باعتبارها خيارا فلسطينيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في قطاع غزة عقب اجتماع للفصائل الفلسطينية بحضور الوفد الأمني المصري. التحية إلى شعبنا الفلسطيني الذي نرسل له يعني رسالة طمأنة أننا قادمون إلى تحقيق المصالحة إن شاء الله ولا خيار آخر.
بحث المبعوث الأممي الخاص لعملة السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف مع الوفد الأمني المصري تطورات ملف المصالحة الفلسطينية. وقال ميلادينوف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماعات بالوفد المصري في قطاع غزة، قال إن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تمكين حكومة التوافق في غزة وتتحمل مسؤولياتها في كل المجالات، وأنه يجب أن تستمر الجهود خلال الأيام القادمة من أجل دعم المصالحة. وطالب ميلادينوف بأهمية أن تحل جميع القضايا خطوة خطوة، بما فيها ملف الموظفين في غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع. تتواصل جولة مباحثات جنيف 8 بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم المبعوث الدولي ديمستورا الوفدين كلا على حدة. كان ديمستورا قد دعا الطرفين إلى المشاركة بجدية في المحادثات دون أي شروط مسبقة، معتبرا أن الوقت قد حان للتركيز على إحراز تقدم حقيقي في العملية السياسية من أجل الشعب السوري. بعد أن كان يعول عليها كثيرا، تلقت الجولة الثامنة من مفاوضات السلام السورية في جنيف ضربة بعدما رفض وفد الحكومة السورية مقترحا بتمديدها حتى 15 ديسمبر القادم. المقترح عرضه المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن سوريا ستيفان ديمستورا. ما أعرفه هو أننا نعتزم تمديد الاجتماعات الأسبوع القادم، ونعتزم الاجتماع بالوفد الحكومي السوري الأسبوع القادم أيضا. والآن إذا كان أحد يريد قضاء عطلة أسبوعية فلا مانع لدينا دائما لإجراء مشاورات، والمهم هو أن لدينا عملية مستمرة من المناقشات. وتأخر وصول الوفد الحكومي إلى جنيف يوما واحدا من انطلاق الجولة احتجاجا على تمسك وفد المعارضة بمطلب تنحي الرئيس بشار الأسد. الوفد أكد التزامه بالفترة المحددة في الدعوة الرسمية للمفاوضات التي تنتهي في 1 ديسمبر المقبل، موقف جاء على النقيض من موقف المعارضة السورية. في البداية اعتقدنا أن الجولة ستستمر 4 أو 5 أيام، لكن المبعوث الخاص يرى الآن أن يتم تمديدها حتى 15 ديسمبر، ونحن جاهزون للمساهمة في مفاوضات مباشرة متواصلة وجادة. وتبدو مهمة ديمستورا الذي كان يأمل بإمكانية تحقيق تقدم حقيقي في هذه الجولة أكثر صعوبة مع تبادل طرفي النزاع الاتهامات بمحاولة عرقلة الجهود السياسية لوقف الحرب السورية المستمرة منذ ما يقرب من 7 سنوات. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الدكتور جورج جبور المفكر السياسي. دكتور جورج، بعد التحية، المبعوث الأممي ديمستورا يصر على هذه الجولة أو في هذه الجولة على التركيز على تحقيق تقدم حقيقي في العملية السياسية من أجل الشعب السوري. في رأيك كيف يمكن أن يتحقق هذا التقدم وأن كلا الطرفين يرفض المفاوضات المباشرة؟ فلنقل قبل كل شيء أن التقدم مطلوب، ومطلوب من الشعب السوري قبل أي أحد. الشعب السوري هو الذي يعاني، ومن أجل أن يكون الشعب السوري مرتاحا فالتقدم في المحادثات مطلوب. هذا التقدم يمكن أن يحصل فيما إذا تمسكنا بنص القرار 2254 واعتبرناه المرجعية الأولى، بمعنى أن قرارات الأمم المتحدة كثيرة، ولأن قرارات الأمم المتحدة كثيرة فإن تفسيراتها تتبع أهواء الأطراف الذين تهمهم هذه القرارات. حين يتحدث بيان الرياض 2 عن أن البند الأول هو تنحي الرئيس بشار الأسد عن الحكم، وهو يعلم أن مثل هذا المطلب غير وارد بهذه الصيغة في القرار 2254،
فمعنى ذلك أن وفد المعارضة هو الذي يحول دون التقدم. طيب نقطة هامة جدا. نعم. طيب سيد جبور، في رأيك ما هي الخطوات التي من الممكن أن ينفذها أو يقوم بها وفد الحكومة السورية حتى نستطيع أن نقول أن هناك تقدما قد أحرز في هذه الجولة من مفاوضات جنيف، وأيضا ما هي الخطوات التي يجب أن يتخذها وفد المعارضة السورية حتى نقول نفس الشيء؟ هذا سؤال ينبغي أن يجيب عنه السيد دمستورة، هو الأدرى، هو الذي يتابع، هو الذي له التفويض الدولي. ليس لي أي تفويض دولي، ليس لي أي تفويض محلي أيضا. ما أستطيع قوله كمواطن سوري يعاني من استمرار الإشكالات في سوريا هو أن الطرفين ينبغي أن يضعا مش بأعينهما الوصول إلى اتفاق، إلى مصالحة. حين يأتي مؤتمر الرياض ويبدأ بيانه بما يعلم أن الطرف الآخر يرفضه، فمعنى ذلك أن عليه أن أشكك في نوايا ذلك الوفد في الوصول إلى توافق. فلأقل أيضا شيئا خطر ببالي وتأتمنه قضعه بين أضعه أمام مشاهديكم. هناك تصريحات لحمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق. هذه التصريحات فيما إذا أحب السيد دمستورة أن يدقق فيها فلعله يرى أن من المناسب أن يعاد النظر في تشكيلة كثير من الأمور و في صياغة في بعض قرارات الأمم المتحدة. تلك فكرة خطرت ببالي وأنا أستمع إلى حمد بن جاسم. تمام. حين يقال أن أمريكا طلبت، أن السعودية فعلت كذا، أن قطر فعلت كذا، أن الطريضة حربت وهما يزالون يتهاوشون. نعم. حين يقول أن هناك 137 مليار دولار أنفقت، فأنا أود أن أعلم مؤتمر الرياض، أولئك الذين أتوا من مؤتمر الرياض هل كان لهم نصيب في 137 مليار دولار؟ نعم، وصلت الفكرة. هامة يسألها المواطن السوري يوميا. تمام، وصلت الفكرة. أنا أحب. نعم، وصلت الفكرة. شكرا لك دكتور جورج جبور المفكر السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة السورية دمشق. نتحول إلى الملف اليمني، حيث قتل 14 من المتمردين الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح في صنعاء في مواجهات مسلحة بين الجانبين المناهضين للحكومة اليمنية. اندلعت المواجهات حول مسجد الصالح وسط العاصمة صنعاء لدى محاولة الحوثيين السيطرة على المسجد عشية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. معارك عنيفة ما زالت مستمرة بين ميليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح على وسط صنعاء أوقعت عددا من القتلى والجرحى. المواجهات اندلعت حول مسجد الصالح الأكبر الذي يقع وسط العاصمة اليمنية بعدما سعى الحوثيون إلى السيطرة عليه عشية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، لكن حراس المسجد المؤيدين لصالح رفضوا ذلك، ما أدى إلى مواجهات مسلحة بين الجانبين. المعارك اتسعت وشملت أحياء مجاورة يسيطر عليها أنصار صالح، وقامت عناصر قوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس المخلوع بقتل العشرات من عناصر الحوثي، واستولت على 7 عربات مسلحة تابعة لهم، في حين سيطرت عناصر من ميليشيات الحوثي على ميدان 70 لإقامة مهرجان جماهيري فيه بمناسبة المولد النبوي الشريف. يذكر أن هذا التوتر ليس هو الأول من نوعه بين الجانبين المتحالفين ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فقد سبق وأن خاض الطرفان مواجهات بعد هجوم في صنعاء نسب إلى الحوثيين وأدى لمقتل أحد المقربين من صالح. كان الطرفان قد سيطرا على العاصمة اليمنية صنعاء منذ سبتمبر 2014.
تبدأ رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم زيارة عمل للأردن خلال جولتها الشرق أوسطية والتي تستمر 3 أيام والتي شملت العراق والسعودية، وذلك في إطار مسعيها لتعزيز علاقات بريطانيا بدول المنطقة. وخلال زيارتها للمملكة العربية السعودية حثت ماي على ضرورة السماح بتدفق الإمدادات التجارية في اليمن لتفادي كارثة إنسانية. كما تناولت مباحثات ماي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة. قرر زعماء دول أوروبية وإفريقية بينها ليبيا خلال اجتماع عاجل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في أبيجان إجراء عمليات إجلاء طارئة في الأيام أو الأسابيع المقبلة للمهاجرين الذين يشكلون ضحايا لعمليات الاتجار بالبشر في ليبيا. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن البلدان المشاركة في الاجتماع قررت أيضا العمل على تفكيك شبكات التهريب وتجميد حسابات المهربين الذين يتم التعرف عليهم، على أن يشكل الاتحاد الإفريقي أيضا لجنة للتحقيق. وأعرب ماكرون عن أمله في تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا باعتباره الحل الدائم والوحيد ضد انتهاكات حقوق الإنسان. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد الفاصل الاقتصادي. بعد الاختبار الصاروخي الأخير الذي أجرته بيونغ يانغ، واشنطن تتوعد بتدمير النظام الكوري الشمالي وتدعو جميع الدول إلى مقاطعته دبلوماسيا وتجاريا. اسمحوا لي ان انا انتهز الفرصه دي والزم الفريق محمد فريد حجازي قدامكم وقدام شعب مصر كله: انت مسؤول خلال 3 شهور عن استعاده الامن والاستقرار في سيناء. انت وزاره الداخليه. خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، الرئيس السيسي يوجه الجيش والداخلية باستعادة الأمن في سيناء خلال 3 أشهر. قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تضبط مخزن أسلحة وذخائر ثقيلة للتكفيريين بوسط سيناء. تواصل محادثات جنيف وسط أجواء من التوتر بين طرفي المحادثات، وديمستورا يدعو الوفدين للتخلي عن الشروط المسبقة وإحراز تقدم حقيقي. ما هو قادم الاقتصاد؟ أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع الزميلة حنان الخولي. إليك حنان. دينا وشهاب، شكرا لكم ومشاهدينا أهلا بكم، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أعاده الله عليكم على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وأهم عناوين النشرة: المالية تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 8.5% خلال العام المالي 2018-2019. إلى التفاصيل، حيث قالت وزارة المالية إنها تستهدف في مشروع الموازنة للعام المالي 2018-2019 خفض العجز الكلي ليصل إلى 8.5% من الناتج المحلي مقابل 10.9% في 2016-2017.
وعجز مستهدف بنحو 9.5% في العام المالي الحالي. أشارت الوزارة في منشور لإعداد الموازنة للعام المالي 2018-2019 إلى خفض مستويات الدين العام الحكومي في حدود 94% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2019، وذلك اتساقا مع معدلات العجز المستهدف تحقيقه خلال نفس العام. في سياق منفصل، أعلنت وزارة المالية استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية عند 16 جنيه اعتبارا من غد الجمعة ولمدة شهر. أشارت الوزارة إلى أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يتسق مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية وحالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري. يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت في أول شهر نوفمبر الجاري عن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه حتى نهاية الشهر. أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أكبر مركز للخدمات الزراعية الإلكترونية بديوان الوزارة بالدقي ضمن مشروع الحيازة الإلكترونية وكرت الفلاح الذكي. حضر الافتتاح الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، ووزير التنمية المحلية، وعدد من المسؤولين. وقال الدكتور عبد المنعم البنا إن مركز الخدمات الزراعية الإلكترونية سيتم استخدامه لإعداد التقارير والإحصائيات وتقديم المعلومات لكافة قطاعات الوزارة ليساهم في دعم اتخاذ القرار. نتحول للبورصة المصرية التي ربحت مؤشراتها خلال تعاملات الأسبوع الجاري المقتصر على 4 جلسات بسبب عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف. ووصل الربح أو المكاسب للمؤشرات لنحو 24.5 مليار جنيه ليبلغ رأس مالها السوقي 814.1 مليار جنيه مقابل 789.6 مليار جنيه في الأسبوع السابق، وبارتفاع بلغ نحو 3.1%. وقد أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية بشكل جماعي. تشارك مصر اليوم الخميس في اجتماعات منظمة الدول المصدرة للبترول أوبيك بصفة مراقب في الاجتماع الوزاري العادي لدول المنظمة، والتي تعقد في العاصمة النمساوية فيينا. وقال وزير البترول المهندس طارق الملا إن مشاركة مصر تأتي تلبية لدعوة المنظمة العالمية لمصر للمشاركة في الاجتماعات بصفة مراقب، حيث تترقب أسواق البترول العالمية وما تسفر عنه هذه الاجتماعات. من المقرر كذلك أن يجري الملا على هامش الاجتماعات عدة مشاورات مع وزراء النفط والطاقة بالدول العربية والأجنبية من كبريات الدول المنتجة للبترول. يجتمع اليوم وزراء النفط لدول منظمة البلدان المصدرة للنفط أوباك ومجموعة أخرى من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا في فيينا لتقرير مصير اتفاقهم بشأن خفض إنتاج النفط الذي ينتهي بنهاية مارس المقبل. وقد اتفقت دول أوباك بقيادة السعودية مع عدد من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا على تفعيل اتفاق خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في محاولة لإعادة التوازن إلى أسواق النفط العالمية بعد هبوط الأسعار إلى أقرب من 30 دولار للبرميل. ما زلنا نواصل أخبار النفط، ولكن هذه المرة في العراق، حيث قال مدير عمليات حقل الرميلة النفطي العراقي إن العراق يخطط لزيادة إنتاج الحقل العملاق إلى حوالي 1.5 مليون برميل يوميا في 2018. وأضاف مدير عمليات حقل الرميلة أن إنتاج الحقل الذي تطوره شركة بي بي البريطانية وشركتها الصينية CNBC يبلغ نحو 1.45 مليون برميل يوميا حاليا، موضحا
أن معدل الإنتاج السنوي المخطط لعام 2018 هو 1,500,000 برميل يوميا، وينتج الحقل الذي يقدر حجم احتياطياته بنحو 17 مليار برميل، الجزء الأكبر من إجمالي إنتاج العراق. من جانبه قال وزير النفط العراقي جبار العيبي إن العراق يعتزم طرح مناقصة لبناء خط أنابيب جديد لتصدير خام كركوك خلال أسبوع. وأضاف العيبي أن الإنتاج الحالي من كركوك يصل إلى نحو 80,000 برميل يوميا تنقل بالشحنات إلى محطات الكهرباء والمصافي المحلية، متوقعا أن يتمكن خط الأنابيب الجديد من نقل 300,000 برميل يوميا. يذكر أن الحكومة المركزية العراقية استعادت الشهر الماضي السيطرة على حقول كركوك من قبضة إقليم كردستان العراق شبه المستقل. أخيرا، سجل عملاق الغاز الحكومي الروسي غاز بروم زيادة بمقدار الضعف في الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري بعد تحقيق أرقام قياسية جديدة في صادراته إلى أوروبا. وبلغت الأرباح الصافية لغاز بروم بين يوليو وسبتمبر بنحو 200 مليار روبل، أي بحوالي 3.3 مليارات دولار، أي ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام السابق عليه. ويأتي هذا التحسن الملفت في أداء غاز بروم في الوقت الذي حققت فيه صادراته إلى أوروبا التي تشكل قسما كبيرا من أرباحها الإجمالية أرقاما قياسية. وصلنا مشاهدينا لختام النشرة الاقتصادية، شكرا للمتابعة، بانوراما النيل مستمرة معكم، وإليكم ومرة أخرى دينا وشهاب. شكرا. رفضت روسيا اليوم دعوة الولايات المتحدة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية بعد إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات، واتهمت واشنطن بمحاولة استفزاز بيونغ يانغ. كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد حثت خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي جميع الدول على قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية، محذرة من أن نظام كوريا الشمالية سيتم تدميره في حال اندلاع حرب بالمنطقة. خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة أحدث عملية إطلاق صاروخية أجرتها كوريا الشمالية، دعت الولايات المتحدة كل الدول إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية، محذرة من أن النظام الكوري الشمالي سيدمر بالكامل في حال اندلاع حرب بالمنطقة. دكتاتور كوريا الشمالية اتخذ قرارا يدفع العالم باتجاه الحرب. نحن لم نسعى أبدا لخوض حرب مع كوريا ولا نسعى إلى ذلك اليوم، ولكن إذا وقعت حرب فستكون بسبب الأعمال العدائية المتواصلة مثل الذي شهدناها مؤخرا، وإذا ما وقعت حرب فليس هناك أي مجال للشك في أن النظام الكوري الشمالي سيدمر بالكامل. من جهتها أقرت روسيا أن استهتار بيونغ يانغ بقرارات مجلس الأمن يستحق إدانة حازمة، مؤكدة أنها لن تقبل أطماع بيونغ يانغ بالحصول على قوة نووية. كما اعتبر سفير روسيا في الأمم المتحدة أن تدريبات واشنطن وسول العسكرية المشتركة بمثابة اختبار لصبر بيونغ يانغ. أما مصر فقد أدانت التجربة الصاروخية الأخيرة لبيونغ يانغ، مؤكدة أنها تعرض السلم الإقليمي والدولي للخطر. تستمر مصر في إدانة أنشطة كوريا الشمالية للتسلح النووي والتطوير وإطلاق الصواريخ الباليستية بما يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر بأشد العبارات. الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد أعلن أن بلاده باتت دولة نووية بعد أن اختبرت بنجاح نوعا جديدا من الصواريخ قادرة على استهداف القارة الأمريكية برمتها، وذلك على الرغم من تأكيدات الرئيس الأمريكي بأن كوريا الشمالية لن تتمكن من تطوير قدراتها النووية. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد أخبار الرياضة، دار أوبرا دمشق تشهد احتفالية موسيقية بمشاركة نحو 200 طفل سوري من النازحين.